رجاء كان أسطورة في كرة القدم، يعني كلاعب يبقى دائما قيمة كبيرة وقامة كبيرة، لقب جديد وبطولة جديدة وأمام مر الشرفي أمامنا هنا لطاقم التحكيم اللي قاد هذه المباراة بقيادة الحكم طبعا اللي أمامنا باسيفيك من بوروندي أدار اللقاء، وعوده نجوجو من الكاميرون ألفيس وأيضا أوكيلو لي من أوغندا، والحكم إيريك أوتوجو الجابوني ورضوان جيد وزكريا البرنيسي وبشرك كرموني اللي كانوا أمامنا هنا. هذه المصافحة للحضور اللي بيتابعوا هذه اللحظات. النادي الأهلي مش فقط اللي شاركوا في مباراة اليوم، في أسماء وفي أبطال هنذكرهم أيضا، لأن بعثة الأهلي ضمت كمان كريم نيدفيد ومحمد محمود اللي كانوا يعني بيعانوا من إصابة ورجعوا، وإن شاء الله وليد برضو يرجع الفترة القادمة، وكان موجود علي لطفي ومصطفى شوبير وسعد سمير ووحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكم ورامي ربيعة. وصل المباراة النهائية وأمامنا القائد باركر وكذلك البديل زولو، 10 لاعبين لعبوا الشوط الثاني بعد طرد اللاعب هابي ماتشياني، وميداليات المركز الثاني أمامنا هنا في هذه اللحظات. يعني أندية جنوب إفريقيا وصلوا للمباراة النهائية في 5 مناسبات، كان قد توج من قبل أورلاندو بلقب، وكان وصيف مرة، وسان داونز أيضا كان بطل مرة ووصيف مرة، وأمامنا كايزر تشيفز، أمامنا هنا الأهلي يجهز على هذا الفريق ويحقق اللقب المستحق. أمامنا وادي دخول لاعب فراسلر، لاعبين اللي شاركوا في مشوار البطولة، لاعبين اللي وصلوا إلى المباراة النهائية، شرف الوصول المباراة النهائية أمامنا هنا، هو يصافح اللاعبين، ولحظة تاريخية، كأس البطولة، الكأس اللي هننتظر أنه يحملها النادي الأهلي. أمامنا هنا أوكومو الذي شارك أيضا كبديل في اللقاء، موسم على قيادة الفريق اللي كان طبعا جيفن هانت كان معاهم، وبعد كده جا ستيوارت ويليام كمدرب، كان مدرب مؤقت معهم أيضا في الجهاز الفني الموجود حاليا اللي هو كان مساعد مسك مؤقتا. وأمامنا هنا لحظة سليمان، أمامنا هو يدخل وليد أمامنا هنا الأهلي، فريق جبار زي الإعصار، ولا يا ولا يا أهلاوي، انت يا ولا على المكسب ناوي، والمكسب لإصابة وغياب طويل حقيقة الكريم نيدفيد. ثم يدخل علي معلول واحد من نجوم اللقاء، مروان محسن وبدر بنون بعلم المغرب اللي استضافت هنا في الدار البيضاء في كازابلانكا استضافت المباراة النهائية اللي جمعت ما بين الأهلي المصري وفريق كازا تشيفز، واللي انتهت بهذه النتيجة طبعا بالثلاثية النظيفة. أليو ديانج المالي يدخل ويضع بطولة جديدة، هذه أمامنا هو الأبطال هادي محمد محمود، يعني برضو من اللعيبة اللي صادف سوء حظ كبير منذ قدومه من دجلة، يعني يمكن الأسماء اللي ذكرناها وميشيل في حراس المرمى وكيفن جونسون وأيضا موجود يعني محمود حمدي بقى اللياقة وكابيلو واللياقة البدنية أيضا، وكذلك موسي مطلابة رئيس المحللين ويوتشا بالدايو. محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي في تاريخ هو النادي الأهلي، من يضع نفسه دائما وأبدا مع البطولات والألقاب. النصر يحلق في المقدمة، النصر يحلق في المقدمة، والتاريخ يحكي والحاضر يكتب، والحاضر أمامنا أن الأهلي بطلا لإفريقيا والمستقبل قادم. الأهلي والأميرة الإفريقية، الحلم أصبح واقع، هل من مزيد؟ هل من جديد؟ الأهلي قادم فيما هو قادم، والأهلي كمان وكمان. شكرا لكم، مبروك للأهلي وجماهيره، مبروك لكل عشاق كرة القدم في مصر وأيضا في